وأيضا على هامش إكسبو يقام العديد من الندوات والجلسات الحوارية التي تهتم بتشبيك المجتمع المحلي بالدول الأخرى وفرص استثمارية مميزة. اليوم عم نحكي عن أهمية الاستثمار وخلق بيئة استثمارية، واليوم أيضا كان هناك جلسة حوارية في هذا الشأن. خلينا نتحدث عن وجودكم بإكسبو قطر وعن الجلسة اليوم. بصراحة على هامش إكسبو احنا احتفلنا اليوم باليوم الوطني للأردن في إكسبو لمعرضنا، وكان طبعا بمناسبة عيد ميلاد سيدي صاحب الجلالة، ومن بهاي المناسبة كمان بنقول له كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. هلا بهذا الاحتفال اليوم الوطني كان في خصص جلسة لعرض الفرص الاستثمارية حتى نعرض الفرص الاستثمارية. كان إلي مداخلة، وكان كمان مدير الترويج عندنا في الوزارة عرض الفرص الاستثمارية. احنا زي ما بتعرفي أطلقنا منصة استثمر في الأردن في 1/7 العام الماضي، وعليها كل المعلومات اللي بيحتاجها أي مستثمر للاستثمار في الأردن، من لماذا يستثمر الأردن، كيف يعيش، قصص نجاح، الإطار الأطر التشريعية اللي للاستثمار ولأي أطر تشريعية ذات علاقة. وكمان في عنا الاتفاقيات التجارة الحرة اللي ممكن المستثمر يستفيد منها إذا استثمر في الأردن، وأهم من ذلك خريطة تفاعلية عليها منص عليها فرص استثمارية موزعة حسب المحافظات. أطلقنا إحنا السنة الماضية 21، في نهاية السنة صاروا 30، وحاليا 36 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة بتتجاوز تقريبا 1.1 مليار دينار أردني. جهد كبير يبذل أيضا من خلال المؤتمرات ومن خلال ما يقوم فيه الاستثمار في مملكتنا الحبيبة من خلال العديد من المؤسسات المعنية في هذا الملف. وبسعدنا يكون معنا حسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، يعطيكم العافية، وجهد مميز كالمعتاد اليوم بالدوحة، والترويج أكثر وأكثر لما يجري اليوم في العقبة وجذب المزيد من الاستثمارات. ماذا نقول عن هذه المشاركة وهذه الجلسة الحوارية؟ الندوة اللي كنا جزء منها اليوم كشركة تطوير العقبة عرضنا العديد من الفرص الاستثمارية، فرص بالقطاع السياحي، القطاع اللوجستي، قطاع الموانئ، وتلك الفرص نالت على إعجاب الحضور وبعض المستثمرين، وإن شاء الله سنواصل التواصل والتباحث مع بعض المهتمين في هذا الموضوع. وعرضنا هذه الفرص لنعزز دور العقبة كمركز إقليمي لوجستي استثماري مميز، كنافذة اقتصادية وشريان اقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية. إذن اليوم ومن خلال إكسبو وعلى هامش إكسبو قامت وزارة الاستثمار بعقد جلسة حوارية، ومن ضمن المشاركين كان المدير العام لشركة المدن الصناعية السيد عمر الجويعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك سلمك. خلينا نتحدث اليوم عن الجلسة وأهميتها بإكسبو وبالدوحة. بداية شكرا للاهتمام التلفزيون الأردني على دائما تغطية الفعاليات الاقتصادية المهمة. جاءت مشاركة شركة المدن الصناعية بندوة الاستثمار في قطر اليوم لعرض البيئة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار الصناعي في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية على وجه الخصوص، لما تتميز في هذه المدن من قدرة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة القادرة على خدمة الاستثمار في المكان الواحد. أيضا بسعدنا يكون معنا الرئيس التجاري في مجموعة العبدلي طبعا الاستثمارية كنان جرادات للحديث أكثر وأكثر عن هذه المشاركة والترويج أيضا للاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية. ماذا نقول عن هذه المشاركة؟ أول شيء شكرا حازم وشكرا للتلفزيون الأردني. إحنا اليوم في عدة ندوات منيجي كشركة العبدلي، ومنكون جزء من البروموشن أو عشان استقطاب الاستثمار. وجودنا طبعا اليوم في قطر من خلال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار شغلة كتير مهمة، بالذات أن العبدلي إحنا وصلنا اليوم لمرحلة، خلصنا المرحلة الأولى من تطوير العبدلي الكامل، وحاليا عم ندخل في المرحلة الثانية، فعندنا فرص استثمارية كتير عالية، وعندنا عدة مشاريع ممكن نكون جزء منها من قطر.
ممتاز. أهمية المشاركة في مثل هذا المنتدى للترويج أكثر وأكثر للمشاريع المهمة الاستثمارية إن كان في العاصمة عمان أو في مختلف المحافظات. العاصمة عمان هلا بالنسبة لمشروع العبدي اللي هو مشروع متمركز والوسط التجاري الجديد لمدينة عمان، وفعليا في عنا كتير امتيازات، فإحنا بهاي المحافل بنضل نطلع موجودين فيها بنعرض هاي الفرص وبنحكي عن عدة الميزات والامتيازات الموجودة عندنا. جهود كبيرة بذلت من وزارة الاستثمار للحديث أكثر. ينضم لنا السيد بلال الحموري مدير مديرية ترويج الاستثمار. أهلا وسهلا فيك سيد بلال. أهلا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم، صباح الخير على أخوة المشاهدين الكرام. يعطيكم ألف عافية. جهود كبيرة بذلت من قبل وزارة الاستثمار اليوم من خلال الجلسة التي عقدت اليوم، خلينا نتحدث أكثر عن أهميتها وأهمية عقدها بإكسبو. نعم، تأتي هذه الجلسة حقيقة ضمن سلسلة الفعاليات الترويجية التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتنفيذ ما انبثق عن استراتيجية ترويج الاستثمار للعوام 2023-2026. حقيقة دولة قطر تعتبر من أحد الدول المستهدفة في هذه الاستراتيجية، خلال هذه الندوة عرضنا العديد من الفرص الاستثمارية التي انبثقت عن استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وكانت هذه الفرص حقيقة في مختلف القطاعات الجاذبة والتي تتلائم وتوجهات المستثمرين.